الحمد لله احنا ربنا وفقنا ان احنا ننظم مهرجان لبراعم كرة السلة بنين وبنات، مراحل عمرية تحت 10 سنين و11 و12 و13 سنة اولاد وبنات. والحمد لله ان احنا عندنا مشاركين من داخل وخارج القاهرة. المهرجان كبير ومحبي واصدقاء نادي الزمالك كتير قوي، ويمكن المهرجان ده بالشكل ده بيتم لاول مرة داخل نادي الزمالك. احنا بيشارك معانا 17 نادي زي ما قلنا من داخل وخارج القاهرة، بعدد 84 فريق بمعدل لاعبين ولاعبات تخطى 900 لاعب ولاعبة، وحضور جماهيري يمكن تخطى 2000 زائر يعني لينا النهارده. احب في البدايه ان انا اوجه الشكر لمجلس الاداره والكابتن طارق السعيد رئيس الجهاز على اهتمامهم بالحدث اللي احنا فيه. طبعا حدث كبير وايفنت كبير، يعني من زمان او من فترات طويله ما حصلش في نادي الزمالك، بس مجرد ما اعلنا المجلس بالكامل اهتم ورئيس الجهاز اهتم، ومجرد ما اعلنا عن استضافتنا للمهرجان انديه كتيره طلبت مننا ان هي تنضم لينا، طبعا عشان خاطر نادي الزمالك نادي كبير ومدركين اهميه الحدث واهميه وجوده في نادي الزمالك بالاخص. النهارده الحمد لله كان عندنا مهرجان في نادي الزمالك، والمهرجان ده طبعا ساعدنا كتير قوي في تجهيز الفرق قبل المباريات الرسميه وقبل المهرجانات، ودي حاجه كويسه طبعا بنشكر مجلس الاداره عليها، استضافه طبعا لجميع الانديه اللي احنا مستضيفينها عندنا. المهرجان النهارده عباره عن دوره للبنات والبنين الاعمار المختلفه، وانا سعيد جدا ان احنا بنشارك عشان ولادنا يبداوا ياخدوا انطباع الدورات والاحساس في السن الصغير، ودي حاجه جميله عاملها نادي الزمالك واحنا بنشارك معاهم فيها. والله مهرجان كويس، فيه احتكاك، مباريات وديه كتير، احتكينا بفرق من بره القاهره من بره الجيزه، واحتكينا بفرق من القاهره، فبشكر نادي الزمالك ان هم اتاحوا لنا الفرصه ان يدوا للبنات استعداد جيد قبل المنافسات الرسميه، ودايما نادي الزمالك يعني هو سباق دايما بالحاجات ديت يعني، فدي حاجه كويسه وكانت فرصه كويسه ان البنات يستعدوا بشكل جيد يعني. استفدت ان انا اعرف احتك قبل الماتشات الرسميه، واعرف اتصرف يعني في الماتشات، واعرف يعني اتكلم، واعرف العب واعمل. لعبنا مع تقريبا وادي دجله ونادي مش فاكره ودمياط وهنلعب دلوقتي دجله، كسبنا الماتشين. حلو قوي، كمان بستفاد بيه ان انا بلعب وبنبسط، ولما اكبر يكون عندي حاجه حلوه ان انا العب. استفدت ان انا بلعب ماتش كويس، ولما اكبر ابقى لعيبه كويسه، وكمان لما يعني اتعلم حاجات اكتر لما اجي العب ماتش، يعني اكون بنت كويسه لما اكبر ان شاء الله. استفدت ان انا اتعلمت حاجات جديده، ان احنا ما بنلعبش لوحدنا مثلا، واحنا بنباصي لبعض وبنجيب باسكت كتير، وحتى لو خسرنا برضو ده ما معناهوش ان احنا خسرنا للابد، لا احنا احيانا بنكسب احيانا بنخسر، هي الالعاب كلها كده.